القادة والجنود في جيش الدفاع موجودين في الجبهة، والمخطلين تبعنا من مختلف الوحدات، يهود عرب بدو ودروز، كلهن كجسم واحد وكلهن قلب واحد ومجموعة واحد. أطلق جيش الدفاع تمرين القبضة الساحقة اللي دخل الأسبوع الثاني بالتدرب على تعزيز القدرات ورفع الاستعدادات المتعددة الأضرار. التمرين بيشمل استراتيجيات محاكاة. عاطف مر على خدمتي في جيش الدفاع الإسرائيلي، عاطف لك سيارة صارت في خدمتي لوطني إسرائيل، بالضبط مثل هذا اليوم. علمت كثيرا، تعلمت أحد